حدثنا شيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتك ظامة قوم فتوضأ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن النعمان بن سالمين عن ابن أبي أوس عن جده أنه كان يؤتبين عليه وهو يصلي فيلبسهما ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح على عليه ثم قام إلى الصلاة قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على عليه ثم قام إلى الصلاة قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن النعمان قال: سمعت أوصا يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنا في قبة فقام من كان فيها غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسره فقال: اذهب فاقتله ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولكنه يقولها تعوذا فقال رده ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها فقلت لشعبة أليس في الحديث ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال شعبة أظنها معها وما أدري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمر بن محمد عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن سعيد عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه فغسل احدكم راسه واغتسل ثم غدا او ابتكر ثم دنا فاستمع وانصت كان له بكل خطوه خطاها كصيام سنه وقيام سنه قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالمين أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره قال إن لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة وهو يقص علينا ويذكرنا إذ جاء رجل فساره فقال اذهبوا فاقتلوه قال فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيشهدوا أن لا إله إلا الله قال الرجل نعم نعم يا رسول الله فقال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم الا بحقها قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابو يونس حاتم بن ابي صغيره قال حدثني النعمان بن سالمين سالمين ان عمرو بن اوس اخبره عن ابيه اوس قال ان لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويوصينا اذ اتاه رجل فذكر مثله قال حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أَخْبَرَنِي يعلى بن عطاء عن أوسي بن أبي أوس قال رأيت أبي يوما توضأ فمسح النعلين فقلت له أتمسح عليه ما فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن اوس الثقفي عن جده اوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا من ثقيف من بني مالك انزلنا في قبه له فكان يختلف الينا بين بيوته وبين المسجد فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا ولا نبرح حتى يحدثنا ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة ثم يقول لا سواء كنا بمكة مستذلين ومستضعفين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء قال قلنا ما أمكثك عنا عنا يا رسول الله قال طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. حنى وكيع قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالمين عن ابن أبي أوسٍ عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. قال: حدثنا وكيع عن شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوسٍ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه. قال: حدثنا بهزٌ، حدثنا شعبة، حدثنا النعمان بن سالمين عن رجل جده أوس بن أبي أوس، كان يصلي ويومئ إلى نعليه وهو في الصلاة فيأخذهما فينتعلهما ويصلي فيهما ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالمين عن ابن ابي اوس عن جده اوس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واستوكف ثلاثا اي غسل كفيه قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة بن الحجاج عن النعمان بن سالمين عن أبن أبي أوس عن جده أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا يعني غسل يديه ثلاثًا فقلت لشعبة أدخلهما في الإناء أو غسلهما خارجًا قال: لا أدري. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا به عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغد وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسن بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوسى بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال ثم غدا وابتكر قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا علي بن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثني أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجمعة فقال: من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وخرج يمشي ولم يركب ثم دنا من الإمام فأنصت ولم يلغ كان له كأجر سنة صيامها وقيامها قال وزعم يحيى بن الحارث أنه حفظ عن أبي الأشعث أنه قال له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها قال يحيى ولم أسمعه يقول مشى ولم يركب قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوسي بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغتسل يوم الجمعة وغسل ثم ابتكر وغدا إلى المسجد ثم جلس قريبا من الإمام حتى ينصت كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالمين عن ابن أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه عليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم غدا فابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا النعمان بن سالمين قال سمعت فلانا أو سنجده قال. كان جدي يقول لي وهو في الصلاة يومئ إلي ناولني النعلين فأناولهما إياه فيلبسهما ويصلي فيهما ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال حدثنا علي بن حفص وحسين بن محمد قال حدثنا شعبه عن النعمان بن سالمين قال سمعت عمرو بن اوس يحدث عن جده اوس بن ابي اوس انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فاستوكف ثلاثا قال قلت اي شيء استوكف ثلاثا قال غسل يديه ثلاثا قال حدثنا الفضل بن دكي قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال كنت مع أبي على ماء من مياه العرب فتوضأ ومسح على عليه فقيل له فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع